واحد برضو من الكنيسة قدم مشروع أو اقتراح إنه وقف زيارات أسرى حماس. ليش؟ لأنه أسرى حماس طبعاً عندها هي جثث وعندها بتقول أحياء، فهلأ هم بتقول أحياء بس هم مش متأكدين، الإسرائيليين ما أعلنوا مثلاً صورة متلفزة لواحد منهم إلى آخره. فهذا عضو الكنيسة اللي قدم ولاقى تجاوب يعني من أعضاء كنيسة ثانية إنه ممنوع زوره إلا لما يخلونا إحنا نزورهم، ممنوع زورهم إلا إذا بيخلوا أهل أسرى الإسرائيليين أو مؤسسات دولية يزوروا أسراهم عشان ضغط على حماس. بيشتغلوا بكون في دور كويس كمان هم الإعلامية وراح على أوروبا على القانون هذا العنصري اللي اتخذوه الدولة اليهودية القومية، وقاموا بيقوموا في دور يعني بيحرجوا الإسرائيليين، لكن على مشروع قرارات ما لهم تأثير لأنه الكنيسة خلص 60+1 ما يعني هم دورهم يعني هم معارضة خلينا نقول داخل الكنيسة لكن